الدراري بقي الله بقي بقي شحال من واحد فيكم امتين ولا يلا خرجت يوم المراهقة فينا شتيو الكوميسارية علقوكم بحال اللي علقوني انا راه ما تكرفصتش بزاف واخا هكذاك علقوكم بحال اللي علقوني المرة الأولى المرة الثانية فهمتيني ولا لا واستمريتي واحد النهار شدوني لا دي اس تي وداروا لي واحد لا سيونس ديال التعذيب وسولوني على اشياء ما عندي علاقة بها فهمتيني ولا لا ملي وعلقوني ملي حطوني بقيت جلسوني حطوني في الارض وجلسوني حطوني على الكرسي بقيت كنطير بحال الفرخ فهمتيني ولا لا وجابوا لي شي ورقه معانا ديك الساعات اندهشر داك الشيء توقع ما توقع داك وصلوني لدار نسابي لحوني مشيت لدار الاخ ديال الزوجه ديالي قريبه تما على رجليا وكل العصا فهمتيني ولا لا قلت انا هاد البلاد اللي دارت لي هادشي ما نبقاش فيها صافي داكشي داز رجعت للدار مشينا جبنا السباحه كان ساكن قدامي الله يرحمه مسكين مشينا جبناه جبتو معايا للدار ولا صيفطت مراجعه ما عرفتش قلت له السباحه قال لي نعم قلت له سلم على الاخوان قول لهم الى ما بقاش معاكم الله شاهد عليا قلت له هادشي وقع ليا ها شنو وقع ليا واشنو وقع ليا قال لي السبب الاله هادشي اللي باغيين هادو اما يرقدوك انا ما كنتش عوال ندير هاد الشيء ونبقى في المغرب حتى ونزيد اما تولي زعما هذا اما يشريوك ولهذا انت ما خصكش دير هاد الشيء خليك صامت من الغد جاوا عند هذوك الناس جريت عليهم ومشيت للامن ودرت بهم شكايه والسياسة هي هذه الإخوان كتعافر 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 بلا ما نتكلم معكم على شنو وقع لي مع الإخوان ديالكم بلا ما ندخلوا في التفاصيل واحد النهار كتلقى راسك رئيس حكومة بغيتيها باردة أدوي مالك أنت شكون مهدي المنتظر الى دابا واحد القضيه الاخوان سمحوا لي خصكم تحزموا ريوسكم الا كنتيو باغيين تقدموا لبلادكم شي حاجه حقيقيه ما تجيوش لهنايا تبردوا عليا تبردوا في المجتمع قولوا داك الشيء اللي كتعتقدوا خصو يتقال كونوا فيكم اللباقه عرفوا تصرفوا عرفوا شنو خصكم ديروا شنو خصكم تقولوا ماشي بداو غير كتشيروا ها